مش دور الإعلام أو دور الصحافة إنها تتابع الأخبار وتتابع المشاكل أو تتابع التصريحات، ولا الإعلام المفروض لو شاف حاجة يسكت؟ لا طبعا ما يسكتش، لا يتابع طبعا، ما ده دورنا، دورنا كصحافة أو كإعلام أو كأي حاجة، إن احنا يعني نوضح دايما اللي بيحصل. بس لازم نفرق بقى وما بين النقد والهجوم. صح كده. أوكي، يعني احنا النهاردة ما بنهاجمش حد، احنا يعني بتقولي أخبار، يعني مثلا بتتابعي مثلا أنا طبعا بس مثلا أزمة زي كلاتنبرج، اه فأنت كصحفية بتتابعيها بأي منظور أو بأي طريقة؟ هقول لك حاجة، أنا موضوع كلاتنبرج ده من أول ما جه وأنا شايفة إن هو راجل عنده فكر، عايز يطبق فكر، بس المشكلة هيطبقه مع مين؟ أنا على فكرة مش بتكلم على اتحاد الكورة، أنا لو هتكلم على اتحاد الكورة هتكلم على الأزمة اللي موجودة مع الحكام. الحكام بتوعنا مع الأسف مش عايزين حد معاهم أجنبي، من الآخر هم عايزين بقى ايه، كابتن عصام، انا هقول بالاسماء، كابتن عصام، كابتن جمال الغندور، كابتن كابتن أسماء كابتن كبيرة. طبعا انا على فكره انا لسه هقول، انا مش بقلل من حد، انا دلوقتي انا بتكلم في ايه، انت النهارده عايز تطور. في البدايه قلت لا انا عايز مدرب اجنبي مش عايز مدرب مصري، جابوا لك مدرب اجنبي. عايز مدرب للمنتخب الأولمبي برضو أجنبي عشان يطور. لا هو بيطور بصراحة. بص ده رأيك. ما أنا كنت لسه هقوله نفس الكلمة. ده رأيك. بس أنا بقول لك إيه، أنا ماشية معاك واحدة واحدة يعني. جينا عند الحكام الدنيا قامت ما قعدتش من كل الأندية على كابتن عصام عبد الفتاح. أوكي، رغم إن أنا مقتنعة بحاجة، أنا عايز أنجح ما مش هبص ولا الاهلي ولا هبص الزمالك ولا محله ولا فيوتشر ولا ده ولا ده ولا مش هبص لاي حد، انا هبص لنفسي. انا عايز انجح، يبقى انا طالما عايز انجح يبقى خلاص مش هبص لاي الوان. ما دلوقتي بقت موجوده في الانديه كلها، النهارده في لعيبه زملكاويه بتروح الاهلي او الاهلي او الاهلي او الاهلاوي بيروح للزمالك. ده من زمان ماشي، بس يعني مش معنى دي. بس مش عشان تنجحي يا ياسمين لازم يكون عندك المقاومات اللي تخليكي تنجحي، لازم يكون عندك عدد الخبرات. وفي حاجه اكتر من طالما بنتكلم على التحكيم. انا بتكلم على التحكيم. اوكي، يبقى انا كابتن عصام عبد الفتاح ما عندوش مقاومات؟ لا انا بقول لك، انت بتقولي انا عايز انجح. ما انا عايز انجح. طب تفتكري هو ما بينجحش يعني ما نجحش ليه؟ يعني هي مختلفه معاكي في وجهه النظر دي، هي عايزه توصل لك ده اللي هو اللي هو وجهه نظر ان كابتن عصام يعني انت انا اللي فهمته من كلامك انت عايزه تقولي انه لا برضو احنا المصريين طيبين، يعني مثلا ما احبش ازعل الاهلي ولا الزمالك. لا العكس، انا اقصد اقول لك ان انا عشان انجح انا هاجي دلوقتي رئيس لجنه حكام. انا ما ابصش للاهلي بالظبط، ما ابصش للون التيشيرت. ايوه سؤالي بقى لياسمين، هي انا فاهمه الكلام ده كويس، ليه هو ليه ما نجحتش التجربه المصريه في تطوير الحكم المصري؟ ده سؤال انا عارفه بسأل. ليه؟ ليه بقى؟ علشان الانديه اقوى منه. اذا يبقى انا مش انتمائي، ولكن طيبه قلبي، خلينا ماشيه بطيبه القلب، هي اللي اتحكمت فيا شويه. ولازم الحكام برضو يبقى عندهم حمايه. لا لازم 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 الحكام برضو يبقى عندهم حمايه، ولازم يبقى ليهم، خلينا نكون صراحه بقى للامانه، ما هو الحكم المصري ده ما ينفعش ابقى بديله 2000 3000 جنيه وما بطورهوش. مش الشغل النظري افضل احكي لك على حاجه غير لما تنزلي تقعدي قدام الكاميرا. ماشي انا ممكن افضل اتدرب كده كويس. الحكام في الدوري الممتاز بياخدوا يعني الحكام الصفوة بياخد حوالي 30,000 جنيه في الشهر. خلينا نتكلم على بس الحكام الغير الصفوة. بس هو ما بياخدش، بيبقى عندهم أزمات في تأخير المستحقات ودي بتبقى أزمات، لكن بعد تعديل اللائحة المالية للحكام بيصل الحكام الكبيرة إلى 30,000 جنيه في الشهر. الكلام اللي أنا بقوله ده مش من مخيلتي، ده من حوار أنا عملته مع كابتن جهاد جريشة، سألته فيه ليه الحكم المصري ما بيتطورش مهما تجيب له اجنبي بقى مصري؟ قال لي لان معظم التدريبات اللي بياخدوها بشكل نظري، مفيش شكل عملي، ما بينزلش يتدرب على ارض الملعب. حتى الناس اللي قاعدين في الفار، وده من كلام
كلاتنبرج لما كان بيقول على الاخطاء التحكيميه ان هم غير مؤهلين بنسبه 100%. امال هو جاي يعمل ايه بالظبط كده؟ ده اللي انا بتكلم فيه. هو كان جاي عشان يطور صح.